هادو قصتهم سهلة، حكموا عليهم بالإفراغ وخصهم يلقاو حل اليوم قبل من غدا. سهلة. قلتي لي غدا تبيع الكلوة باش نكملو نشريو بارطمان، وهاكا عبد اللطيف عيط للسيد راه خاصنا نخويو الدار الماليها. واش انتي لاباس؟ هذا راه كلامك؟ راه الإفراغ خرج خاصنا نخويو. وييه ولكن هذا سمسار ولا نصاب؟ كلوة ب 8000 درهم، واش هي مصرانة زايدة؟ والحبيبة عافاك، راه بقات خاصنا غير 5 مليون باش نكملو 25. المهم الو زكريا، شوف راه والله ما حطيتي 10000 درهم لا تبعتك الكلوة ديالي. مريض هذا، انا كلوة مربيها على يدي دوريجين، كنصيفط لها غير الماء المعدني وكاين دن، ما فيهاش حصية وحدة. شتي مازالكم قال لي اليسرية على الدرك خدام بها غير هي، انا ندقها لي غير ب 4000 درهم. اما اللي مني مخليها لدوير الزمان 50 عام والفوق من التبوشة هادي ندي بها هي. واش عيب الله كاينة شي كلوة كدير 8000 درهم بالكاتالوج ديالها ما ضاربة والو، باقا في الكارانتي. شوف لي ترو سي ترو.